للحديث عن استهداف القوات الحكومية والميليشيات لمحافظة ديالى ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة اسطنبول الكاتب والباحث السياسي الدكتور جاسم الشمري. دكتور جاسم، مرحبا بكم. يعني كما استمعتم، لليوم الرابع على التوالي تواصل القوات الحكومية وأيضا الميليشيات عمليات المداهمة والاعتقالات في منطقة الخيلانية ومحيط هذه المنطقة في محافظة ديالى، لكن هنا كيف يمكن قراءة الاستهداف الجديد لسكان محافظة ديالى؟ نعم، شكرا لكم، تحية لكم ولمتابعيكم. قبل 5 أيام تقريبا يعني نفذت جريمة في محافظة ديالى. كان أحد يعني 4 من عشيرة الكعبي هم ضحايا هذه العملية الإجرامية، وبالتالي رأينا توافد الكثير من المسؤولين، منهم هادي العامري زعيم منظمة بدر، وكذلك نائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي، وغيرهم من المسؤولين. جميعهم ذهبوا إلى منطقة الخيلانية في محاولة يعني تهدئة الأهالي والدعوة إلى الانتقام. هادي العامري أكد خلال حضوره لمجلس الأعزاء أن عملية عسكرية ستنطلق خلال الأيام القادمة، وهذا الأمر حقيقة يعني أثار الشكوك حينها أن هادي العامري هو الذي يحرك الملف الأمني في ديالى، كما معلوم لغالبية المتابعين للشأن في محافظة ديالى. وعليه لم يكن القرار هو قرارا حكومي من رئيس الحكومة، وإنما كان من هادي العامري على اعتبار أنه المسؤول الفعلي والقائد العملي لمحافظة ديالى. ومن يومها رأينا أن العمليات بدأت من أجل محاولة ملاحقة ما يعرف هناك يعني فلول تنظيم داعش. هذه المناطق منذ عام 2014 ولحد الآن هي غير مسيطر عليها من قبل القوات الأمنية الحكومية. نحن نتحدث عن مئات الكيلومترات من البساتين فيما تعرف بمنطقة الوقف بمحافظة ديالى، وهذه البساتين غالبيتها يعني أصبحت اليوم في عداد يعني الخراب أو المنتهية من ناحية المحاصيل والاستفادة منها، ذلك لأن الأهالي أجبروا على غالبية أهالي هذه المناطق أجبروا على ترك المنطقة، وبالتالي بقيت هذه البساتين على اعتبار أنها خلايا أو أماكن لتواجد تنظيم داعش الذي قيل أنهم استطاعوا القضاء عليه، لكن الحقيقة أن تنظيم داعش ما زال موجودا بقوة في هذه البساتين، والكثير من هذه البساتين هي ملغمة ولا يمكن الدخول لها بسهولة. وعليه أعتقد أن قضية التجريف هي كانت يعني نوع من العمل الاضطراري، على الرغم من أنه فيه إلحاق أذى كبير للمالكين لهذه البساتين، لكن تعلم جنابك أن هذه المنطقة لا يمكن الدخول إليها بسهولة بسبب وجود ألغام أرضية كثيرة في هذه البساتين. وعليه أعتقد أن القضية مربكة، وبالتالي هي يعني تأتي في إطار الفوضى الموجودة في محافظة ديالى، ذلك لأنه يفترض بالحكومة أنها قادرة على بسط الأمن، لكن منذ عام 2014 وحتى هذه الساعة منطقة الوقف في ديالى في الغالب العام هي خارج إطار سيطرة الحكومة. طيب، على ذكر الذين أجبروا على ترك مناطقهم، خاصة نحن نتحدث هنا في محافظة ديالى، دكتور جاسم، من المستفيد من عدم عودة النازحين إلى مناطقهم بالدرجة الأولى؟ يعني هو كان قبل تقريبا شهر دعوات لترتيب الوضع العشائري بين بعض الشخصيات يعني السياسية في ديالى وبعض العشائر، وكانت هنالك محاولات لعودة النازحين إلى هذه المناطق، لكن يبدو جاءت هذه الجريمة من أجل إبقاء الحال كما هو عليه. تعلم جنابك أن المرحلة المقبلة يعني هم يتكلمون عن مرحلة انتخابات قريبة ربما بعد أقل من يعني 8 أشهر، وعليه هم يريدون تهيئة الأجواء من أجل عودة هؤلاء، لكن
أعتقد أن هنالك قوة في محافظة ديالى تريد أن تبقي قضية التهجير القسري لأبناء محافظة ديالى، وهم في الغالب ليسوا من الطرف الموافق للحكومة، وعليه أعتقد ربما يمكن أن نقول أن الجريمة مدبرة من أجل إبقاء التغيير الديموغرافي غير يعني العادل في محافظة ديالى. دكتور، بحسب مصادر صحفية هناك تعزيزات كبيرة من ميليشيا الحشد وصلت إلى قضاء المقدادية وأيضا أقامت حواجز أمنية في شوارع هذا القضاء، هل نحن مقبلون على سيناريو استهداف طائفي جديد في محافظة ديالى؟ يعني ما ينكر أن الحشد هو مسيطر على ديالى، يعني ما الأمر ليس جديدا، يعني حتى لو تمت إضافة قوات أخرى لتعزيز التواجد الحشدي في ديالى أعتقد أن الأمر ليس غريبا، لكن قضية استهداف الأهالي يعني يستهدفون من؟ تعرف أنه نسبة ليست قليلة من أهالي ديالى هم اليوم في كلار وفي الأنبار وفي خانقين عفوا وفي أربيل، وبالتالي يعني لا يوجد يعني أعداد كبيرة من الناس من المؤثرين كما يقال يمكن استهدافهم. ربما سيتم تصفية بعض الفاعلين إن كانوا متواجدين في المدينة، وبالتالي أعتقد أن الغالبية العظمى من النشطاء والفاعلين والشخصيات السياسية في ديالى هي غير متواجدة الآن في المقدادية أو حتى في بعقوبة، إلا بعض الشخصيات التي تمتلك حمايات خاصة. هؤلاء وضعهم يختلف، وعليه أعتقد لا يعني لا أتصور عفوا أنه يمكن أن تجري تصفيات لشخصيات مهمة. ربما سيكون استهداف لبعض الفقراء والمساكين، وبالتالي هي نوع من زرع الخوف بين المواطنين. من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي الدكتور جاسم الشمري، شكرا جزيلا لكم.